الموضوع وشنو الغاية، خلينا نقول لكم مباشرة. اليوم أنا اخترت طريقة تختلف عن طرق الشرح اللي أخذناها يوميا. المايك مفتوح، واللي يريد يجاوبني خليه يجاوبني. القسم الأول مستول، تحليل الخروج. إحنا نعطي كب نظيف للمريض ونطلب منه يجيب لنا عينة من 5 إلى 10 غرام تكون نظيفة وتوصلنا بوقت قليل. هسه راح نعرف الوقت. هسه إذا عندي أكثر من عينة ما أخرج بنفس الوقت وازدحام، بيا نموذج أبدي؟ أكو عندي صلبة، أكو عندي سائلة، أكو عندي أنواع، بمن أبدي؟ مال الأطفال، مال الكبار، اللي بيها دم، بيا عينة؟ الجواب جاوبوني، فتحوا المايك جاوبوني. ألو تسمعون؟ الو، اي نعم دكتور، نسمع. تتوقعون بيا عينه ابدي؟ بشنو ابدي؟ اللي بيها دم، اللي صلبه، اللي سائله، مات الطفل، كبير، منو؟ باي عينه ابدي؟ حمزه، غيث، العين اللي بيها ده بالضبط صح. ليش؟ لان هاي ممكن تحتوي لي طفيلي، والطفيل ما يقاوم بالظروف الخارجية وممكن خلال نص ساعة يموت إذا تعرض للجفاف وظروف غير مناسبة. ورا اللي بيها دم أروح للسائلة، لأن أيضا إذا المحتوى المائي للخروج عالي احتمالية وجود طفيل عالي، لكن الخروج الجاف غالبا ما ألقى بيه مثلا indigestive food، أكل غير مهضوم، ما القى بيه طفيل، نادرا ممكن القى بيه اوفر بيوث. هسه انا عندي عينه بيها خروج، بيها دم، وبيها مخاط، شو الافضل؟ شو اسوي؟ لا احد حضرتك مشتغل؟ تسمع، شو استاذ؟ اللي بيها دم ومخاط احاول افحصها بسرعه مثل ما قلنا بسلايد القبله، سلايد القبله نفحصها مباشر. افضل شيء العينات اللي بيها دم او بيها مخاط افحصها مباشر. اذا عندك ازدحام نرجع للفقره الاولى وعندك فد 70 نموذج ما قدرت تفحصهم، شو تسوي؟ تقدر تحضرهم، بس مجرد تحضير، وتقدر تخليهم في الثلاجة حتى يصير عندك فراغ وتشتغل. ممكن تخلي بالثلاجة؟ اي ممكن تخلي بالثلاجة، بس شنو؟ مو تخلي العينة كلها، تخلي العينة المحضرة على السلايد وكفر كاملة، بس تتجنب ايضا رطوبة الثلاجة جدا مهم، وتتجنب الفريز يعني ما تتجمد، يعني درجة حرارة الثلاجة اللي هي 25 مو سالب 4 تجميد. ليش عينة البراز الصباحية هي الأفضل؟ شو السبب؟ ليش؟ شو السبب؟ ليش نفضل مال الصبح؟ تركيزها عالي، انه انت فترة الجسم ما طلع خروج تقريبا فترة الليل كلها، بس التركيز اعلى، فامكانية ظهور البيوض او الطفيلات تكون اعلى. اخوان الادرار حامضي، والخروج قاعدي، فاذا اختلط الإدرار مع الخروج ممكن يغير لي التركيب وممكن يموت لي الأشياء اللي بداخله، فهاي لازم ننتبه لها. الأطوار النشطة بالوسط الحامضي راح تموت، تبحث عن وسط قاعدي. ليش العينة اللي تجيني بحفاضة أرفضها؟
حكيته بأول محاضرة وبالثانية. من يتذكر؟ من يتذكر؟ ألو تسمعون؟ ألو حمزة؟ حمزة؟ تسمعني؟ تسمعني استاذ؟ واضح فاتح مايكي. صوت واضح؟ اي واضح جدا واضح. اوكي تمام. ليش نرفضها؟ لان الحفاضات مادة مانعة للرطوبة وممكن تسوي لك كونتام. هسه اجتني عينة من خارج المختبر جابت الحجية بعلبة مال فازلين، او جابتها بقنينة مال دواء، او جابتها فد قنينة مال عطر مخلص، قنينة مال كريم، كان شو تعامل وياها؟ انا اقول لكم شو تعمل. اول شيء الوقت، لازم العينة ما تعبر نص ساعة، بعض المصادر تقول ساعة بس انا شخصيا حسب تجربتي انه نص ساعة. اشوف قوام العينة متصلبة، يعني صار لها فترة هواي. طبعا مرات البيشن ما يحكي الحقيقة حتى ما ترجعه، يقول ايش قصر لك؟ يقول لك هسه. من تتعمق بالسؤال هسه تطلع ساعة ونص. فالوقت كلش مهم، قوام العينة صلبة أم سائلة، والكونتينر إذا بيها دهن راح تعطيك نتائج خاطئة. مرات أكو نشا من حفارات الأطفال، أكو قطرات زيتية، أكو خيوط شعر، أكو هواي أشياء ممكن تلوث للعينة. إذا العينة سائلة المفروض نفحصها في الوقت. إيش قد؟ حكيت بدأت المحاضرة. إيش قد؟ إيش قد وقت هو نفحص السائلة؟ نص ساعة. والأفضل أقل من نص ساعة. أما إذا كانت صلبة ممكن تتحمل ساعة. ليش السائلة قلنا نص ساعة؟ لأن العطوار من بايو ثانية إذا تذكرون دكتور حسين مهوز قال لكم العطوار التروفوزويت إذا قل المحتوى المائي تتحول سيست، والسيست هاي تتحسس للمستوى المائي، إذا قل المحتوى المائي راح تموت. احنا مرات هسه اريد واحد يجاوبنا على هذا، ما اعبر. مرات نخلي قطره نورمال سلاين ومرات نخلي قطره ايودين، ليش؟ تسمعون؟ تسمعوني؟ واضح استاذ. ليش نخلي نورمال سلاين وليش نخلي ايودين؟ ده يكتبون لك بالشات. وانا ما اشوف الشات. نور حسين تقول قد تنمو طفيليات تحلل العينه. انا راح اقرا لك اياها استاذ قبل بداية. اوكي اوكي. نور حسين تقول قد تنمو طفيليات يحلل العينه. خليني ارجع شويه للسؤال. ليش نخلي نورمال سلاين وليش نخلي يودين؟ اخوان النورمال سلاين حتى نشوف الحركة، فنوفر له وسط حتى السلاين حتى الحركة، اليود حتى يصبغ للأنوية الداخلية للأنتاميبا. تمام؟ أنتاميبا بكل أنواعها طبعا، كل أنواعها. اكو طريقة اسمها ترسيب المحلول الملحي، اعتقد قبل ايام اخذتوه. ناخذ نورمال سلاين ونخليه فوق الستول، فوق العينة الموجودة بالكاب، ونمزجه وننتظر ثلث ساعة وناخذ الراسب ونفحصه. ليش؟ حتى ناخذ اعلى تركيز من البيوت.
الخروج لونه الطبيعي شنو؟ بس الادرار اذا تذكرون امبر يلو سؤال، هنا الخروج لونه الطبيعي هو البراون، وهذا ينتج من شنو؟ من صبغتين سيركوبلابين واليوروبلين، هاي لما يصير عندنا تكسر وتنزل، وكلهما ينزل من التكسر البكتيري. اكو مرات يجينا براز لونه اسود، ليش؟ شنو سببه؟ اكو مرضى ياخذون الفرسولين، ياخذون منتجات الحديد، هذا الهيمافيت، ياخذون هذه الاشياء، او ممكن انه هو عنده نزف قرحه المعده، قرحه المعده اللي تحليل اوكولت بلد اللي ذاكرنا احنا بالتحاليل ما حكينا عنه، هو هذا التحليل يكشف لي الدم الخفي. اكو ينزل لي بس لون بس ما يطلع دم، وهذا التحليل اوكولت بلد يكشف لي اياه. مرات يجين خروج لون احمر، شنو السبب احمر؟ هذا شوف هنا فرقوا لي اللي جايني من جهاز الهضمي العلوي، يعني منطقة بعيدة يكون لونه أسود، لكن المنطقة القريبة اللي هي البواسير راح يكون شو يكون لونه؟ أحمر. أكو مرات يجيني لون الطين أو لون رمادي، ها شنو سببه؟ انسداد، انسداد أو اليرقان الانسدادي. راح يجيني بني شاحب وملمس دهني، شنو تتصورون؟ جاي يقول ملمس دهني، إذا الموضوع له علاقة بالدهن، هذا له علاقة مشكلة بالبنكرياس وسوء امتصاص الدهون. هذا تكون رائحته كلش كريهة طبعا. هسه يجيني أصفر مخضر، اكثركم شايفين هذا اللون، وخصوصا بالاطفال بالحفاضات الامهات يبقى انقلقات من هذا اللون ويصير فد قلق. هذا احنا نسميه مرور سريع للخروج عبر الامعاء، يعني المفروض الخروج يمر حسب مصادر من 8 الى 12 ساعه، لكن الطفل يصير عنده انفلونزا يبدا يحصر، فمن يحصل يخرج الخروج قبل ان ينضج، يعني ممكن 4 الى 3 ساعات يطلع الخروج غير مكتمل الامتصاص من القناه الهضميه، فيصير لونه اخضر مصفر او اصفر مخضر. اللون اخضر بس قوي شلون الخاكي وبيفد رائحه كريهه جدا، هاي الجلديه. الجلدية إذا شايفينها الشكل الورقة تقريبا، وأغلب نلقاها ترافوزويت، فيكون خروج لونه أخضر وقريب للسائل وراحته كريهة، يعني إحنا كمختبرين ميزة حتى بدون فحص، يعني جدا واضح. بني محمر أكو بعض العلاجات مثل تتراسكلين والريفامايسين، بني ممكن يسوي لي الوان بالخروج. احنا مثل ما قلت لكم اختبار الدم الخفي اللي ما صار مجال نتحدث عنه يكشف لنا اذا كان نزف او ملونات هي عباره عن علاجات. هذا هو الاوكولت بلد ستريب، كلش المبدا مال السنبور. اكو ستريب اكو كاسيت، قطره خروج تمزجها هو بسسبنشن بمادة، يعني قطرة تخليها عندك بالستريب. راح اكبر لكم اياه. هذا الاول هو كنترول. الكنترول شنو؟ انه يشتغل لو ما يشتغل، والثاني هو البوزيتيف، كلش تحليل بسيط وسهل. مثل ما تحدثنا بالادرار نفس الشيء، اخذنا الوان واخذنا روائح. الخروج الطبيعي يكون كريه الرائحه، ليش؟ شنو السبب؟ اكيد اكو طبعا بالمناسبه 70% من وزن الخروج هو بكتيريا. بعض المصادر تقول احنا ما يصير نكتب البكتيريا،
ومصادر أخرى تقول لا نكتبها. فالموضوع اختلافي، بس أنا رأيي الشخصي إنه ما نكتبها. بالحالات اللي قل بها المستوى المائي أو المحتوى المائي راح يكون الخروج راحته كريهة جدا جدا، لأنه موضوع الإمساك، وأكو مواد غذائية تسبب لي رائحة الكريهة أيضا. الجماعة الدول اللي يأخذون دائما زيت القروع والملينات، دول أكيد عندهم مشكلة بالخروج أساسا، فالخروج في رائحته كلش مزعجة. الإصابات البكتيرية والطفيلي أيضا تسبب لي روائح مزعجة، ومثل ما تحدثنا الجاردية رائحتها جدا مزعجة، كل ريحة مات. طيب هسه اكو حالات يظهر بها يوكاس، جماحة القولون، جماحة القولون يظهر عندهم. القولون مثل ما قلت لكم، وعندنا موضوع البكتيريا الباسيلاي ممكن تسوي لنا هم ايضا ميوكس، والاميبا ديزنتري ايضا ميوكس. فذلنا ثلاث حالات. استاذ الصوت مالك قاعد يقطع. جاي يقطع. اوكي. هسه تسمعوني؟ اي دكتور. اخوان بالنسبه للانتا اميبا هيستولوتيكا التشخيص مالها، الانتا اميبا يعني احنا نشوفها بطورين، اللي تروفوزويت والسيست. تروفوزويت كلش واضح راح يكون طور متحرك، ممكن تميزه سهولة التمييز. الطور السيست يكون أصغر وممكن يشتبه وياك ويا خلايا الباص، لكن هو حجمه أكبر. الباص من 8 إلى 16، هو يمكن حجمه حتى يوصل المرات بعض الأحيان ل 50. الحجم أكبر ويحتوي 4 أنوية. إضافة إلى ذلك ممكن تشوف أنت كريات دم بالداخل، الخروج يكون بمخاط بدم، يعني فك إشارة واضحة ودائما بيبص. مثل ما قلت لكم الدم الأحمر هو يشير إلى نزيف الجهاز الهضمي السفلي، اللي إذا اللون أحمر سفلي، إذا كان أسود يعني الدم غامق جايني علوي. مثل ما قلنا التهاب القولون والبواسير حكينا عنها ايضا. شنو الطفيليات اللي ممكن اشوفها بالعين المجردة؟ ديدان. كل السؤال بديهي، ديدان سامين، ديدان شخصية وديدان خيطية، ممكن تشوفها الام خروج الطفل، او ممكن هو الشخص يشوفها بخروجه، يعني احجام كبيرة ممكن تشوفها. فاذا تلاحظون هاي بيضة الانتروبياس، البيضة كلش واضحة. اخوان احتمالية نشوف السيست بالووتري لو بلوس لو بالسوفت لو بالفورمت، شوف كل ما قل المحتوى المائي، كل ما قل المحتوى المائي ممكن نشوف السيست. بس التروفوزيت تشوفونه بالووتري موجود، لكن اذا وصلنا الى مرحله الفورمد ما راح تشوف التروفوزويت، مستحيل. فالتروفو العلاقه بالمحتوى المائي يحول نفسه الى السيست وما تقدر تشوفه. فمثل ما قلت لكم لازم نفحص اقل من نصف ساعه. هاي صور لبعض البيوض الشائعه راح تشوفونها ان شاء الله واحده واحده. هاي سكارس، هاي شستوسومو، تريكوموناس، هاي عندكم الجارديا، هاي صور توضيحية حتى تشوفونها. هاي هيمولبس نانا، أكثر بيوض ممكن تظهر عندنا بالخروج، مسؤول عنها طفيلي. هذا الطفيلي ينتقل عن طريق الجرذان، وخصوصا العوائل تبقي مثلا الأطعمة مثل الطحين والتمن أو الفيران ممكن تنقلها. هاي الصور ايضا
الهوكورن، هاي صور للتينا ساجيناتا دود الشريطية، وهاي مجموعة بيوض. الهوكورم هي والبيضة، هاي هوكورم أيضا مجموعة من الصور، أسركاليا كلكم سامعين بيها. أنا اليوم حبيت تفاعلية وقصيرة، ما حبيت أخذ هواي من وقتكم، لأن الإرادة لها هي 10 أجزاء بصراحة، يعني الخروج. أنا هسه أريد سيلون حق الخروج حصرا، اللي عنده سؤال يدي يكتب بالشات، خليه يكتب بالشات، ويدي يفتح المايك. اللي يدي يكتب بالشات خليه يكتب، واللي يدي يسأل خليه يسأل. كلش بسيطة، التروفوزيت هو طور متحرك، والسيست هو طور ساكن. الطور الساكن يحتوي على 4 أنوية، مثل ما قلت لك، كل ما زاد المحتوى المائي هتشوف التروفوزويت. تروفوزويت، ها خذ سؤال. اسكو سات اخوان، احنا من ضمن الريبورت اللي كتبه على الخروج اكو عندنا اندايجست اوف فود، فهذا خلل، خلل بالجسم، انه الطعام ما مضغ بشكل مناسب. مثلا انت ماخذ مضغ غير مكتمل او مبتلع كميه طعام كبيره، فيطلع عندنا طعام غير مهضوم، او اضطرابات هضم عندك، ممكن مشكله اساسا بالمعده او بالامعاء، ما صار امتصاص كافي فيعبر. شوفي هنا استاذ، خروج الطفل اقل من 3 سنوات شو بيغواي عنده جست فود، لكن ابو المختبر يكتبه فيو على صحيح التقرير. احنا اساسا الانده جست فود هو اشاره، انا اريد اوصل رساله للطبيب، جاي اقول له هنا اكو اكل غير مهضوم او طعام غير مهضوم، يعني اذا هو ليش يكتب فيو غير قدر الكميه؟ اكيد مو صحيح. اشتغل مختبر التحليل ستول، هو الوحيد اللي ما مشتغل، ما اعرف عن ميزه الطفيليات بي جي. حتى تميز الطفيليات لازم ترجع تقرا. اكو راح اعطيكم موجوده بالمختبرات ميسان، اذا تكتبون اطلس، اطلس طفيليات كلش حلو ومرتب، هن تقريبا ست ملازم موجوده، اختاروا اكو وحده بيها بس البيوت كلش حلوه، راح تشوفون البيوت ميزون. من عنده سؤال بعد؟ شنو السبب بعض الأغذية تجعل صلب؟ هو أكيد هو بعض الأغذية تحتوي ألياف، والمحتوى المائي وكمية العصارات وطريقة الامتصاص، أكو أشياء ما تمتصها معه، شيء طبيعي يطلع صلب. هسه احنا نريد ندخل عملية، شو نقول له؟ نقول لا تاكل كذا وكذا وكذا، لا تاكل خبز وكذا، وكل لي سوائل. وليش؟ لان هاي الكربوهيدرات راح تنطيني خروج صلب، صح لو غلط؟ ابو العملية شنو اكل احنا ورا 3 ايام؟ نعطيه سوائل، ما نعطيه خبز. حنان علي حسين، انا ماميز، ايه راح انزل لكم ان شاء الله الاطلس الرابط، ثواني راح انزل لك الرابط. السلام عليكم طلابنا. السلام عليكم استاذ رعد. عليكم السلام استاذ حمزه، انا اسف اخذت وقتك يعني. لا بالعكس، لا بخدمتك. طبعا النت كلش ضعيف، واعتقد تسمعون صوتي واضح او لا؟ إذا ممكن تكتبون. واضح أستاذ حمزة، واضح واضح جدا.
زين. بالنسبة لتحليل الحمل إذا ممكن، خلصت أستاذ عاد؟ أستاذ رائد خلصت بعد ما عندك شيء؟ طبعا باسمي واسمكم ارحب باستاذ حمزه حتى يكمل موضوع البريجنسي تيست او تحليل الحمل. تفضل استاذ حمزه. مشكور. الله يخليك استاذ، مشكور. الشاشه واضحه هم يمكن؟ واضح واضح. زين، بالنسبه لتحليل بس الحمل، تحليل الحمل جدا تمام تمام استاذ تمام. بالنسبه لتحليل الحمل، تحليل الحمل جدا بسيط، ويتم بطريقتين. طبعا الطريقه المنزليه البسيطه المتعارف عليها، اعتقد الكل يعرفها، انه يجي شريط مال هرمون الحمل تشتري من الصيدليه وسعره مناسب. هذا الشريط يحتوي على خطين، خط مال الهرمون والخط الثاني مال التيست. اذا الخط ظهر عندك مال الاضرار انه اكو حمل، واذا ما ظهر الخطين او ظهر خط واحد انه ما اكو حمل. وطبعا التحليل الدقيق للحمل هو بالسيروم، يعني عن طريق الدم. عن طريق الدم ينطي نتيجة مضبوطة 100% ودقيقة خلال أول 7 أيام أو 6 أيام من الحمل، بينما في الإضرار ينطي 14 يوم بعد الحمل أو 15 يوم، ممكن 10 أيام. يعني الأدق أنه بالبلاد هو أضبط شيء. راح نشرح طريقتين وما يحتاج شيء، أشرح يعني صورة عملي ونظري حتى إذا تحتاجون. الاسم مالته المختصر مالته بي تي، لما تجيك ورقة من الطبيب مكتوب عليها تحليل بي تي. بي تي طبعا هن تحليلين، يعني واحد حمل بي تي، والمختصر الثاني هم اكو مختصر ثاني، التحليل الثاني مال زمن التخثر هم بي تي. هنا شلون تميز بيناتهم؟ انه يعطيك اشارة الطبيب او تسأل المريض انه جاي تفحص حمل او التحليل الثاني ما زمن التخثر يجري فقط قبل العمليات، يعني او مو فقط قبل العمليات انما بالحالات الطارئه، وما يعني ما يستخدموه هواي بالمختبرات الاهليه مالتنا يعني هذا البسيط. فالاغلب انه هو البي تي يجيكم حمل، فحص الحمل. فحص الحمل او اختبار الحمل المختصر مالته بي تي. سبب اجراء هذا التحليل واضح لمعرفه المراه هي حامل او لا. طريقه اجراء الحمل قلنا اكو طريقتين لاجراء الفحص، هو اما بالبول بالادرار او بالدم. وشلون يحدث الحمل او شلون راح نعرف انه هذه المراه حامل او لا؟ خلال اول 7 ايام من الحمل راح تبدي المشيمه، بعد ما تكون المشيمة راح تبدأ المشيمة بإفراز كميات من الهرمون اللي هو ال HCG، هرمون ال HCG يفرز بغزارة بالفترة الأولى من الحمل. فيروح من المشيمة اللي تغطي الطفل، أو المشيمة هو يعتبر يعني الكيس المحصن للطفل، يفرز من المشيمة يروح بمجرى الدم مال الأم، وبذلك نقدر نشخصه عن طريق دم الأم. طبعا الطريقتين وضحناهن، طريقة الدم اللي هو عن طريق السيروم. شلون نطلع السيروم من الدم؟ بعد عملية الطرد المركزي بجهاز سنترفيوج لمدة دقيقتين، وفحص الدم أضبط يكون وأدق، نوهنا على هذه الفكرة. بعد ما سحبنا دم ووضحنا لكم شلون نسحب الدم الوريدي، ونزلنا لكم فيديوهات طريقة سحب الدم الوريدي، تسحب 3 إلى 4 سي سي، تخليها بهالصورة هذه، نوح عليها استاذ رعد أكثر من مرة حتى لا يتحلل الدم أو تتكسر كريات الدم بالطريقة هذه المائلة. وطبعا اليوتيوب بي المادة مانع التخثر، ولما تخليه بالسنترفيوج تخلي تيوب ثاني مقابلها حتى يصير توازن، تخليه لمدة دقيقتين.
مدة دقيقتين كلش تكفي. تنتظر بعد ما يخلصان دقيقتين بالبايوبيت تاخذ السيرم من اليوتيوب تخليها بتيوب ثاني. اكو هذا الكيت، هو الكيت هذا طبعا مخصص للبي تي، لاختبار البي تي اللي هو تيوب الاتش سي جي، اختبار الاتش سي جي. يعني موجود هذا الهرمون اوك اكو حمل، ما موجود هذا الهرمون يوك ماكو حمل. ميزه الشريط يحتوي على خطين ما وضحت قبل لا تخليه بالسيرم. اول خط يمثل لك التيست، يعني هل هذا الكيت فعال او لا. الثاني يمثل لك وجود الحمل او عدم وجوده. وهذا طريقه بها اربع حالات، انت راح تشاهد اربع حالات. الحاله الاولى يظهر عندك خطين يكونان واضحات جدا، يعني النتيجه بوزيتيف موجبه، يعني المراه حامل. الحاله الثانيه حيظهر عندك خط واحد اللي هو فقط الخط، مو خط التيست، الخط الثاني يعني نيجاتيف، يعني سالبة، يعني المرأة غير حامل. وذني الحالتين جدا واضحات. الحالة الثالثة حيظهر عندك بس خط السي اللي هو خط الكونتور. هنا شنو انه دا يقول لك الاختبار ما جاي يصير، او يعني لازم تاخذ بعد فتره 10 ايام او اسبوع يلا تعيد الاختبار حتى ينطيك النتيجه اما بوزيتيف او نيجاتيف. والحاله الرابعه طبعا يكون بها الكيت تالف اللي هي هذه. الكيت يكون تالف، اثنيناتهم الخطوط ما يظهرن او يظهر بس خط التيست. لازم تجرب على كيت ثاني او شريط ثاني. واضحة؟ شو هذا الاختبار بهالصورة هذه؟ تلاحظ ايش كم خط؟ بس خط التيست ظهر، بس خط التيست. اذا النتيجة نيجاتيف سالبة، المرأة غير حامل. بعد ما تخلي السيرم مفصلت السيرم خليتها بتيوب لاخ، تنزل الشريط باليوتيوب وتنتظر فترة زمنية 5 دقائق او 3 دقائق او 4 دقائق، لما تظهر الخطوط عندك ظهر عندك خط واحد المرأة غير حامل، ظهرت عندك خطين المرأة حامل، ظهر عندك خط التيست ويكون غير واضح الكيت لازم تبدله، ظهر عندك الخط الثاني مال الخط السي الثاني، اذا هنا أنا لازم بعد اسبوع او 10 ايام تعيد الاختبار. كلش بسيطه وما يراد لها شيء ابد، يعني مجرد ما تشتغلها عملي مره واحده راح تضبطها. الطريقه الثانيه اللي هي الاضرار واضحه جدا 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 واضحه. قلت لكم تجيب الشريط من الصيدلية سعره مناسب، يظهرن عندك خطين نتيجة بوزيتيف المرأة حامل، ما يظهرن عندك خطين نيجاتيف المرأة غير حامل. وهذا تحليل البي تي. عاشت ايدك استاذ حمد، عاشت ايدك. واضحة جدا وبسيطة وما يعني ما يحتاج لها لا تشعب وما يحتاج لها شرح بالتفصيل، جدا بسيطة جدا غير مكلفة. هم اخوان بس انا ابين لكم بنقطة مهمة، يعني من اخطر التحاليل اللي موجودة هو تحليل الحمل. يعني تجيك بنية ممكن وتقول لها انت حامل وتطلع بنية مثلا باكر صار اشتباه او مثل فد اكو اشكال معين ممكن تتعرض الى موضوع غسل عار او قتل او كذا، او ممكن وحده صار لها 16 سنه ما يصير عليها حمل وتجي تقول لها انت حامل. فالافضل تستخدم موضوع الامانه العلميه، تكتب اول شيء تتاكد من النتيجه، رقم 2 تكتبها وتقول لها الدكتور يفهمك
لا تشرح انت، مو واجبك تشرح. ليش؟ لان اكو عندنا فولس بوزيتيف، المكونات الموجوده بالادرار ممكن تعطيني فولس بوزيتيف، زياده مستوى النحاس ممكن تعطيني فولس بوزيتيف، الحمل الجاذب، الحمل العنقودي، اكو هواي هواي اشياء ممكن تعطيني نتائج هي بوزيتيف لكن فعليا هي مو بوزيتيف. تمام؟ فأنت لازم تسأل رقم واحد، ثاني تحتفظ خصوصية المريض، رقم ثلاثة انه انت لا تشرح من يمك. انا هذا طلع عندي بالنتيجة، روح للدكتور خل تاخذ لك سونار او روح اتأكد او كذا، مو يم الدكتور الافضل يعني، لان عندنا طبعا اكو استاذ اربع حالات هي فولس بوزيتيف. استاذ قاطعك خير، طبعا المختبر مو من حقه ولا ممكن ان يشخص او يشرح للمريض نتيجته، فقط ينطي نتيجه ويدزها للطبيب. وبخصوص الحمل، بخصوص الحمل يعني بعد لازم سونار والطبيبه، الكشف السريري، بالمناسبة الاعراض، ترى يعني والله أستاذ هواي حمزة، شغلات انه لازم الطبيب الاختصاصي يحدد. تعرفون الرجل ممكن يعطينا بوزيتيف، ممكن يعطي بوزيتيف الرجل سرطان البروستات يعطيني بوزيتيف، المرأة ممكن صار عندها ابورشن اسقاط لكن يبقى الهرمون شغال، تجي تقول انت بعده موجود، لا 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 مو بعده موجود، قلها انه بالحمل عندي روحي شوف السونار الطفل باكله، تحليل خطر جدا وحساس، ممكن الشركة اللي انت مستخدمها مو بالمستوى. كذلك استاذ رعد ممكن يكون الكيت تالف، الشريط يكون تالف يعطي نتيجة خاطئة. اخوانه موضوع جدا جدا مهم، يريد يشتغل وتجيب جابت لي شريط منزلي ولا طلع عندي موجب ومشيت عليه، ها شلون شو طلع عندي سالب، ما لك علاقه. مثل ما قلت لكم ثاني محاضره انه مستوى نزول الهرمون بعد اليوم الرابع عشر من التجمع اللي تنزل 50 100 150 200 وحده دوليه، اللي يطلع لي الشريط يتحسس بشيء وحدة دولية، يتحسس أكثر والبيتا اتش تي جي يتحسس أكثر، لازم تعرف الوقت تسأل ايش قد فايت، طبعا أغلبهم ما راح يعطونك الرقم الصحيح بالمناسبة، فأنت تقرأ كم سؤال إلى أن توصل إلى ايش قد فايت الوقت، يومين يبين، مرات يوم يبين، شلون يبين؟ عاد أنا غلط؟ لا مو غلط، أكو إشكال بالدورة أساسا زائد ناقص. زائد نقص. هاي التحاليل الخطرة جدا هي السمنة والبيتي. أستاذ حمزة تفضل. اخوان رابط الحضور مشكور صدره، طبعا جدا مشكور، اخذنا من وقتك كلش هواي. اخوان بالنسبه للحضور، رابط الحضور ما راح ينزل، سجلوا اساميكم بالشات وراح اخذ لها سكرين واحفظها يمي. تسمعون؟ تمام.
اللي كتب اسمه بامكانه يغادر المنصه، وان شاء الله باكر تكون اخر محاضره لانهاء الكورس. أستاذ السؤال، لا هذا الكورس انتهى، بعد اذا اكو كورس ثاني نبلغكم بالجروبات. استاذ وين تنزل الشهادات بلا زحمه؟ ممكن رابط الجروب. هذا تنزل بمنصة الكريم الإلكترونية، ها وجروب اوكي اوكي التحليلات هم تنزل. اوكي مشكور حبيبي تدلل.